تحذير أمريكي شديد اللهجة لإيران، وفيه مطلب وتهديد. يقول وزير الخارجية أنتوني بلينكن: التوقف عن التقدم في البرنامج النووي وتطوير أجهزة الطرد المركزي أو الانسحاب من مفاوضات فيينا. بلينكن توقع بلوغ نقطة ستصعب فيها العودة إلى معايير الاتفاق الأصلي، مؤكدا في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز اقتراب موعد خروج بلاده من المفاوضات غير المباشرة مع إيران دون أن يحدد موعدا لذلك. بالتزامن مع تحذيرات أمريكا، تخرج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحذير آخر تطالب إيران بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية فورا، وهو الاتفاق الذي وقع في فبراير الماضي لثلاثة أشهر ثم جددته إيران من جانب واحد لمدة شهر حتى انتهى في 24 من الشهر الجاري. لكن التمديد الإيراني تضمن فقط عملية تسجيل المعلومات داخل المنشآت النووية الإيرانية عبر الكاميرات. إيران ردت على التحذيرين. المتحدث باسم خارجيتها قال إن الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية كان سياسيا لتسهيل مفاوضات فيينا والمساعدة في إنجاحها، وإن بلاده ملتزمة فقط بتنفيذ التعهدات وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. طهران وجهت أيضا رسالة إلى واشنطن مفادها أنها لم تنسحب من التزاماتها لتعود إليها، رامية الكرة في الملعب الأمريكي لاتخاذ قرارات العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها والتي وصفتها بغير القانونية.